كان حلال. طبعا في حد ذاته ده حرام، ده ارتداء للحرام. جاء ولا غيره حضرتك انا نزلت في مره يا راجل عن ست مدرعات ست مرات، انا راجل معايا بلد واتعرضت عليها في تحت كان في مدرعات وكنت منام ونزلت ونام. ده كله كان يا فندم بعد 20 ساعة تحقيق، كنت قعدت وانت 12 يوم 20 ساعة تحقيق، قعدت 12 يوم في رسالتي بتعذيب وحضرتك انا قعدت طول يا زلمه وبتعذيب تحت 20 يوم. حضرتك انا بعد كده طلعت يوم 5/3 من بازوغلي قعدت مع اسلام دودي هو معايا في التصوير 20 ساعة من الساعة 9 الساعة قعدت مع اسلام دودي 20 ساعة بدون مقاطعة، كنت بصلي بس بدون مقاطعة. ده طبعا كل بسبب ايه؟ أضرار نفسية معناه كل ما كان حضرتك في ناس معانا اتطحنت بكل الناس عاملين الكلمة في بازوغلي وانا منهم وحضرتك شفتك دلوقتي انت بشارك بعد 6 شهور لسه عاملين فيه. بص حضرتك دي كان فرصه دي انا بقول لك الشرع يا واحد مش الشرع يا فندم ده كاذب. انا بقول لك الشرع الشرع ده كاذب والشباب يا صاحبي عاملين يقولوا بقى الكلام ده ودي معاك في الشرطة
الاستئصال على تعزيمه، وهو اتهم بل هو اتهم وشرف في تعزيم كل المتقدمين وبدون حول ولا قوه. كنت 19 فبراير 2016 صرت اقدم على مكتب الوزير وتعرضت لابشع انواع التعزيم. تعرضت يا فندم لابشع انواع التعزيم. انا اول ما دخلت الوزير يا فندم كنت لابس قميص ولابس كابتن ولابس فايلنا ولابس بنطلون وبوكسر، والله اللبس كله اتقطع، اللبس كله اتقطع قبل ما ادخل على الاوضه اللي هتعزم فيها. يا فندم احنا كنا بنتعذب في الصراعات الكهربائيه يعني في الاداه الحساسه جدا. يا فندم انا كنت داخل ما بين يمين كويسه، انا عين اليمين الان شبه ما بشوفش فيها. عين اليمين الان انا ما بشوفش فيها خالص. بشوف ما بشوفش خالص. بشوف بتعذب متعرض لميت وزيري. انا اخذت 7 ساعات متواصله بتعلق على باب وبتعلق على حاجه كان بيسموها الشوارع. يا فندم اخذت 15 يوم نتيجه اضراب. كل الكلام اللي قلته يا فندم كان نتيجه اقرار والاملاء. انا اخذت 15 يوم كنت بسمع الكلام ده قدام الساده الضباط والعيون الغنيه. وللاسف يعني يا فندم للاسف نهايه النيابه ما كانتش حياديه، لان انا لما رحت النيابه قلت لالياس بيه اللي كان موجود معايا في الفيديو، يا الياس بيه انا بتكلمش خايفي وبنام ولا بتكلمش خايفي ولا تعبان. قال لي بالظبط يا فندم، امال هتعمل ايه؟ ارجع هنا يا ريس، يهدي صوته عشان يكتب بس كل الكلام ده. ده مهم يا رب. رحت للياس بيه يا فندم بعدها بيوم، بقول له انا عيت عبدكم من كتر الغنايه، انا عيت عبدكم من شده التعذيب، ارميها الغنايه، انا عيني يمين كده ما بشوفش بيها. قال لي الغنايه بتدرى التام والتفكر. كان بيرد عليا ردود استفزازيه، وكان للاسف يعني